السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم فل ومشرق بإذن الله يا رب العالمين، وربنا يسعدكم ويسعدنا ويرزقكم ويرزقنا من حيث لا نحتسب. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشني والله. بص يا حبايبي، احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية العنب في المنام. رؤية العنب في المنام هي خير ورزق وبركة وذرية، لان احنا بنقول عن عود العنب، تمام؟ طيب، رؤية العنب الاحمر في المنام للست المتزوجة، ده الاحمر او الابيض او الاخضر، دليل على ذرية وذرية بنت، هتكون بنت انثى. طيب، اما العنب الاسود يا حبايبي فده رؤيته وحشة جدا، مش كويسة خالص، مش مستحبة في المنام. طيب، اما رؤية العنب الاخضر دي مبشرة بالخير والرزق. طب لو حد شاف ان العنب قدامه دبلان او خسران او بايظ، ده خسارة مال وفشل في الحياة الزوجية او في علاقات او في خطوبة او ده العنب الاسود غير رؤيته غير محمودة بالمرة، تمام؟ طيب، لو حد شاف ان هو قدامه عنب كتير وعنب اخضر، ده رزق ورزق وفير. طب لو حد شاف ان العنب في غير معاده، ده رزق ورزق بصعوبة ومش مستمر، يعني حاجة رزق مؤقت وهينتهي عشان هو مش في معاده. طيب، لو حد شاف نفسه ان العنب او اغصان العنب او الورق العنب كتير قدامه او كأنه في جنينة عنب كده ومضلل عليه، ده دليل على استقرار في عيشته ورزق وعيشة هنية مستقرة كده، وإنسان عنده دينه بيتقي الله، لأن العنب رؤيته كويسة ومميزة لما يشوفه كتير كده، تمام؟ طيب، العنب لو بنت عزباء أو بنت مش متجوزة وشافت إن العنب معاها مجموعة من العنب بس يعني ضئيلة شوية أو بايظة يعني مش قوي، ده يعني هتخش على جواز أو واحد مسن أو واحد كبير، يعني رؤية مش مبشرة كويسة. انما لو شافت حد في منامها ان هو بياكلها عنب وعنب اخضر وعنب كويس، ده تبقى عريس كويس جدا لها. ويا سلام لو في اسم مذكور مع اكل يعني اللي بياكلها ده، هي عارفه اسمه، زي مصطفى، زي سعيد، زي محمد، زي محمود، تبقى عيشه محموده وعيشه هنيه وعيشه سعيده، يعني حاجات بدلاله الاسم اللي هو اكلها العنب، تمام؟ طيب، رؤية العنب بقى اللي هو الأحمر، ده دليل على بشرة، مبشر لك، يعني لو ست حامل مبشرة لها بالحمل والرزق، والعنب ذرية ورزق يا جماعة. طيب، لو حد شاف بقى ان العنب تلفان وخسران وكده، دليل على مرض وتعب ومشاكل وهم، حاجات كتير خسران العنب او العنب اللي هو بايظ. طيب، رؤية الزبيب، لو حد شاف ان هو زبيب، ده دليل على ان العنب دون اللي هو الزبيب او دون حاجة، هيخسر مشروع، هيخسر حاجة، لانها حاجة ناشفة، حاجة مش نافعة، يعني متنشفة ومش كويسة، تمام؟ فرؤية يا جماعة العنب بكل يعني الاخضر بكل انواعه، ده حصول على مال وبركه ورزق وذريه. والله اعلم. ما تنسناش باللايك والشير وفعلوا الجرس. كل سنه وانتم طيبين، وعود عليكم وعلينا الايام بخير يا رب العالمين. ما تنسناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.